مش هيمشي بيهم كويس. ليه؟ فيهم ظلم. يعني انا مش بكلم على لعيبه كوكا، انا ما اعرفوش، لعيب كويس جدا طبعا بس مصاب بقاله فتره ما رجعش. لا اكرم بقاله فتره ما لعبش بالحته دي. خلاص عندك هاني مرهق جدا يعني من ماتش الزمالك وكيرفو نازل. هو محمد هاني في الباك رايت ولا اكرم توفيق؟ لا اللي قدامنا هاني اللي بقاله فتره لكن قبل كده لعبها اكرم وسد ما اكرم بيلعب نص الملعب. لكن ما تجيش امبارح تقول له العب على مودريتش مثلا مان تو مان مثلا. مش يعني انت حضرتك مش مقتنع بمحمد هاني؟ لا ازاي في التوقيت ده؟ لا ايوه من يوم ماتش الزمالك لغايه امبارح مرهق ما بيرتاحش. بس هو الافضل يا كابتن. ايوه ماشي. الماتشات الوديه دي يعني ايه؟ يعني انا بجرب ناس احتمال يحصل حاجه لفلاني يبقى ده موجود. فلو هو لاعب امبارح على الاقل شوط مثلا وراح مرجع توفيق مثلا باك رايت مش عيب، وخاصة اللعب كان عند هاني ومش قادر. يعني حتى مرموش ابتدى يساعده بس متأخر. طب كابتن انا وانا قاعد امبارح فقاعد يعني ما بين الشوطين قاعد بفكر في ان مين ممكن ينزل يعمل فارق شوية بسبب الاختيارات. انا ما لقيتش غير مصطفى فتحي، ومصطفى فتحي هو ما ادالوش الفرصة في نيوزيلندا. يعني انا حسيت ان مصطفى فتحي مش من ضمن اولويات حسام في الفتره اللي جايه. مش هو بس، عندك الشامي، عندك شريف. لا بس الشامي هياخده، هو بيحب الشامي. ماليش دعوه بقى بتحب، انا ما بحبش، انا عايز احب منتخب مصر. ما هو بيحب يعني مقتنع. اقصد انا ده صاحبي، الشامي ده صاحبي. ده وزنه امبارح في التلفزيون في 5-6 كيلو زياده. وبعدين انت بتحكم على واحد بتلعبه عدد قليل من النقاط، سيبك من حب وكر، مش دعوة، أنا بتكلم في الملعب. عشان كده لما قلت لازم يرجع لطارق حامد خلاص ويحاول يجيبه، لأن أنت عندك مروان بس. زي مين يا كابتن؟ طارق حامد. طارق حامد؟ طارق حامد، أنت مش شفتوش في السعودية. أنت عايز إيه دلوقتي؟ عايز ناس تنفذ لك اللي أنت عايزه. الوحيد اللي بيضغط عندك في نص الملعب مروان. طب لو استهلك مروان مين بعديه؟ هات لي انت بقى من القايمه دي حد. لا القايمه دي، القايمه دي ما تطلعش حد. اذا كان بقول لك في ماتش عشان تعدل فكرت كتير ومفيش غير واحد وممكن ما ياخدش. هو مفيش غير واحد اللي ممكن يغير شويه الدنيا. ما ده اختياراتك بالظبط. طيب يعني كان عندك احسن او كان عندك اكتر؟ لا كان في، هل في بعض اللعيبه اللي ما تمش اختيارها كان المفروض تبقى من خلال الدوري فيه اسلام كتير؟ زي مين؟ عبد الرحمن مجدي اسماعيلي. في فيرود اسمه نادر او نادر فرج. خلاص حتى لو صغيرين. ده لعيب كويس قوي قوي قوي. غير اللي هم في المنتخب الاولمبي. عندك زي ما قلت لك دونجا في نص الملعب. ناصر ماهر يعني نقول ما شافوش كتير ماشي، بس هو يعرف ناصر ماهر. بس ناصر ده الوحيد في صفقات الزمالك اللي ظهر بشكل كويس. وحمدي. حمدي بتاع نص الملعب ده لعيب كويس قوي. لكن هي مش دي المشكله، المشكله هو دلوقتي محمد شحاته قصدك؟ لا لا شحاته ده حاجه جميله، ده نص الملعب.